الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في مدينة الجلالة شملت مناطق المنتجعات والكورنيش والنصب التذكاري. تزايد حصيلة الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان وسط تسارع وتيرة إجلاء الرعايا الأجانب من الخرطوم. مجموعة السبع تدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وتتهم روسيا باستخدام الغذاء كأداة لزعزعة الاستقرار. العاشرة صباحاً، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في مدينة الجلالة التي تتمتع بالعديد من المقاومات المتفردة، خاصة موقعها المتميز على هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في مدينة الجلالة التي تتمتع بالعديد من المقومات المتفردة، خاصة موقعها المتميز على هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة. وقد شملت جولة السيد الرئيس عددا من المناطق بمدينة الجلالة، خاصة منطقة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 120 فدان وتضم مكونات سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية، وعلى ارتفاع 250 متر أعلى سطح البحر. فندم، احنا دلوقتي في المستوى الرابع مرتفعات الجلالة. فندم دلوقتي متواجدين هنا في المستوى الرابع اللي قدامنا ده. فندم منطقة المول، منطقة المول التجاري. دي المصطبة الرابعة فندم أعلى منسوب، شايف البحر طبعا من كل المصاطب. احنا راعينا فندم في التصميم ان المصاطب كلها تبقى شايف البحر من كل الاتجاهات. سيادتك يا فندم، مرتفعات الجلالة فندم مساحتها 120 فدان. عندنا فندم عدد 72 فيلا بمساحات مختلفة. عندنا عدد 264 شاليه بمساحات مختلفة طبعا يا فندم. كما تفقد السيد الرئيس مناطق المنتجعات والكورنيش والنصب التذكاري بمدينة الجلالة، حيث التقى سيادته مع القائمين على المشروع وهنأهم بالعيد واطمأن منهم على سير العمل بالمشروع. الصحة والعافية وبارك لنا فيك يا رب وخليك لينا والمصر. كتر خيرك انت، كتر خيرك انت، احنا بدعواتكم تبقى عايشين. ربنا يديك الصحة والعافية ويحفظك لينا كوستريكا والبلد. مهما قلت برضه انا عايز اسرقكم على مهما قلت حضرتك يعني في حفظ الرحمن يا رب وبس. نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك. تحيا مصر بيكم، انتم ولاد الابطال، ولاد الابطال، ولكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام. في يوم سالنا ابويا وقال لي نفسك تبقى ايه؟ قلت له نفسي ابقى زيك بطل بيحكوا الناس عليه. علمنا ابويا معنى الشهاده، كل سنة ومصر طيبة، كل لحظة وإحنا فيها في سلام وأمان، وإحنا بنكبر أكتر وأكتر وما بننساش. تضحيات رجال أبطال سابوا كل حاجة وراهم، ما فكروش غير في بلدهم، سابوا أطفالهم وأسرهم، أمانة في رقبة كل المصريين. والنهاردة وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام، عودنا إنه بيحتفل بالعيد وسط أبناء الشهداء
وقواتنا المسلحة كمان دايماً معاهم في كل المناسبات. السلام عليكم. كل سنة وحضرتك. عيد مبارك عليك. أشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة اللي بعتها لنا، ودايما هو عشان سيادته فاكرنا، وإن شاء الله في تقدم إن شاء الله، وربنا يعينه ويقويه. محمد دلوقتي كل سنة وانت طيب يا ابني، وزملاتك الحمد لله مش ناسينك، ولا سيادة الرئيس ناسيك خالص الحمد لله، يعني تفرح الحمد لله، ويعني هو أكيد فرحان بينا الحمد لله دلوقتي. أشكر سيادة الرئيس الاهتمام دايما بأسر الشهداء ومتابعة أحوالهم، وطبعا دي من حاجة مش جديدة على سيادته، لأنه زي ما بيقولوا أبو المصريين، وربنا يحفظهم جميعا من كل شر وسوء، ويحفظ بلدنا ويجعل بلدنا أمن وأمان. اللهم أمين يا رب العالمين. أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن تعاونه مع أسر شهداء مصر، وأنا فخور جدا بدعوة سيادته وحضور حضراتكم لنا البيت. أنا راجل مسن ما قدرتش ألبي طلبات حضراتكم وأجيلكم في العيد. يجعل مصر في أمن وأمان، القوات المسلحة على رأس الجميع، حماية للبلد وحماية للوطن. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب، وربنا يخليكم لمصر ويبارك فيكم، وكل سنة ورئيسنا طيب ويقدروا وعلى تحمل مسؤوليتنا. نتشرف بحضرتك ونتشرف بالناس الحلوة دي كلها، الجيش كله، يعني ده شرف كبير قوي قوي قوي. نشكر كل فرد في القوات المسلحة، ونشكرهم كل وجمايلهم على دماغنا، وربنا ينجيهم من كل شر. بشكر السيد الرئيس السيسي على المجهود اللي بيعمله البلد، ربنا يوفقه في كل خطوة يخطيها يا رب. شكرا للسيد الرئيس. السيد الرئيس ربنا يوفقه ويبارك لنا فيه يا رب، يسدد خطاه كل سنة هو طيب. الفخر وليا الشرف ان السيد رئيس الجمهورية كرمنا قبل كده في 2017، وليا طبعا الفخر والشرف ان سيادته لحد النهاردة، يعني ودي حاجة تخليني ممتن جدا، فاكر رجالته، وللمرة التانية بيشرفني بالتكريم بتاعه ان هو فاكرني وفاكر كل زمايلي اللي كان لهم دور وتصوف في منطقة العمليات. طبعا بشكر القيادة العامة للقوات المسلحة ورأسها السيد وزير الدفاع، وصولا لحد احدث جندي في القوات المسلحه، على الدعم المستمر، وان هم لسه فاكرين مصاب العمليات، وان هم دايما يعني بيفرحونا وبيدخلوا البهجه علينا وعلى اسرنا. القوات المسلحه ابدا ما بتنساش اي حد من ولادها. شكرا سياده الرئيس على تعاونكم المستمر ودعمكم الدائم في لأسر مصابي وشهداء العمليات الحربية وغيرها من فئات المجتمع المختلفة. لي الشرف والفخر أني شاركت في العملية الشاملة سيناء 2018، كانت هدفها هو حماية الوطن والدفاع عن أرض مصر الحبيبة وحماية شعبها الكريم. موضوع الإصابة الحمد لله ما أثرش فيها خالص، بالعكس رفع من روحي المعنوية، وحسيت أن أنا عملت حاجة للبلد وقدمت حاجة حتة مني بمعنى أصح. كان دايما بيقول فداها عمري كله طول ما لسه فيا روح، مصر أغلى، مصر أبقى، مصر فداها الغاليين بدماهم وأرواحهم، ربنا حافظها ليوم الدين. مصر أغلى حاجة عندي، مصر ضي ونور عينيا، خد نصيحة قالها جدي، مصر ليها حق فيا، إن أكون دايماً حماها، إنها تكون حتة مني،
أعمل اللي نور رضاها أبقى منها وهي مني. اللي دافع عن بلاده لأجل ما تعيشه في سلام، وضحى علشان بحياته اضربوا له تعظيم سلام، اضربوا له تعظيم سلام، اضربوا له تعظيم سلام. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بمشاركة أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدية الرئيس عليهم. احنا لا هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات شهداء مصر أبدا. شهداء لكنهم أحياء بما سطروه بتضحياتهم لينعم الوطن بما هو عليه الآن من أمن واستقرار. دائما ما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بأسرهم والاحتفاء معهم ووسطهم بكافة المناسبات والأعياد. وبمناسبة عيد الفطر المبارك، حرص السيد الرئيس على إرسال هدايا العيد إلى أسر شهداء الشرطة. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر كل الضباط زمايل محمد، وكل الناس اللي حوالينا. بصراحة ما فيش حد بيتأخر معنا في أي حاجة، يعني الناس كلها واقفة معنا. الهدية طبعا حاجة قيمة جدا، وهو طبعا مفيش اي حاجة تعوضنا عن بابا، بس احنا مبسوطين جدا ان هو فاكرنا وفاكر ابناء الشهداء. كله وحشتنا والله يرحمك يعني، ودمك ما راحش يقدر، والحمد لله زمايلك واصحابك جابوا حقك والله يرحمه. احب ان هو وحشني، انا فخورة بيه، بحبه وهفضل احبه طول عمري وهفضل فاكره طول عمري. هو كمان احسن ابو في الدنيا، هبقى طول فخورة بكل الذكريات الحلوة اللي عملتها معاه. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنته حي، وليه ما فرحش أيام طلبها واتمنى. مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيبة. هدية بسيطة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. شكرا جزيلا، وليا الفخر عشان من أب ملوش زي. وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك، تعالى في حلمي من فضلك أفضفضلك. يعني احنا بنقدم أولادنا لحماية البلد الحمد لله، والرئيس يعني يشكر اللي هو يعني فاكرنا بكل خير، والحمد لله احنا بنشكره وكل سنة وهو طيب يا رب، ودايما فاكرنا كده في كل مناسبة يا رب. ده شرف ليا والأولاد وطول عمرنا طول ما احنا عايشين. احنا فعلا عايشين طول عمرنا كنا متشرفين بوجوده، وتشرفنا فعلا جدا جدا بعد شهادته الحمد لله. بغض النظر عن القيمه الماديه للهديه، كفايه القيمه المعنويه، كفايه ان الرئيس فاكرنا وفاكر اسر الشهداء وفاكر اولادهم وفكر فينا. وشكرا جدا جدا لسيادته ان هو يعني افتكر اولادي وفرحهم في يوم زي ده، ودايما محسسهم ان باباهم بطل، ودايما محسسهم ان باباهم ما اتنساش، وشرف لاولاده دايما طول عمره. شكرا جدا لسياده الرئيس. ساعات بتعب وببقى نفسي تحضني، وبص عليا كل شويه من الجنه. الرئيس دايما فاكرنا في مناسباته، في كل مناسبه فاكرنا فيها مش ناسينا، وانا بعزه جدا، وبصراحه يعني هو ما خلوا باله مننا جدا، ومش مخلينا عاوزين حاجه، وانا فخوره جدا انه جوزي شهيد. ونفسي ابقى بطل زي بابا واحمي وطني، وبشكر جدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو على الهديه الجميله اللي جابها لنا ديت، وشكرا ان هو مش ناسي اولاده وفاكرنا دايما. وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك، تعالى في حلمي من فضلك افضفضلك. صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين. دي هديه من السيد رئيس الجمهوريه بمناسبه عيد الفطر. وبص عليا كل شويه من الجنه، انا عارفك بتسمعني.
متابعني. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اي حاجه بيعملها معنا، كل حاجه بيعملها معنا جدا كويسه جدا، ما بيأخرش عننا اي حاجه، والوزاره باكملها ما بيأخروش عننا اي شيء، اي اتصالات اي حاجه في اي مشكله فيها احنا بنتصل معاهم ما بيسيبوناش ابدا. ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان، عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل، ابويا شهيد دي حاجه اكيد تشرفني. كنت اتمنى بشوف الضباط معانا على طول اكن هو موجود معانا، ربنا يفاديهم يا رب الضباط كلهيتهم، وربنا يرحمه برحمته الواسعه ويفادي كل واحد يا رب. تكريم المستمر من سياده الرئيس هو تكريم ان هو اللي مش ناسي حق شهدائنا. وليا الفخر عشان من اب ملغسان، ابويا ما ماتش، ابويا شهيد في جنته حي. اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عملنا مدرسة على اسم الشهيد رجب عبد الرازق، وعلى جميع الهدايا اللي بيقدمها للشهيد، ودايما مفكرنا بيه كل مناسبات وكل اعياد الدوله ومناسبات الدوله كلها. نشكره على كل اللي بيعمله معانا، الحمد لله مش ناسينا في اي حاجه خالص، كل الواجبات بيعملها معنا واحسن من اي حاجه. صبرنا سنين وزاز عايشين، برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا، وطن مزروع جوا القلب والعين. السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لنا. وإلى آخر المستجدات في السودان، حيث أعلن الجيش السوداني أن ميليشيا الدعم السريع تواصل انتهاك الهدنة المعلنة. وأضاف الجيش السوداني في بيان له أن ميليشيا الدعم السريع تواصل قصفها العشوائي على مناطق سكنية، مشيرا إلى أن الميليشيا هاجمت مدينة جياد الصناعية وقامت بنهب بعض المعدات قبل تصدي قوات الجيش لها وطردها. أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء اندلاع الاشتباكات إلى 264 ضحية و1543 مصابا. وأشارت النقابة إلى وجود الكثير من الإصابات والوفيات غير المشمولة في هذا الحصر، وبالتحديد في مدينة الأبيض. دعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة، وهما مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورد السودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادي حلفة القنصلي بمدينة وادي حلفة بولاية الشمالية. كما دعت الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان. من جانبه، أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز 10,000 مثل الحالة المصرية تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر، مشددا على أن الدبلوماسيين لا يغادرون الميدان قبل الإطمئنان على كل مواطن.
ومع الأوضاع الأمنية التي يشهدها السودان، تعمل مصر على تسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر المختلفة دون عوائق. مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام رصد لنا الأوضاع من أمام معبر أرقين الحدودي في لقاء مع عدد من المتطوعين في الهلال الأحمر المصري. نتابع. مشاهدينا الكرام، حياكم الله. ما زلنا في هذه المتابعة الخاصة بتطورات المشهد في السودان، وتحديدا هنا عند معبر أركين. هناك مشهد يستحق أن نتوقف عنده أماما لأنه يجسد الدعم المصري الدائم للإخوة في السودان. نتحدث هنا عن الهلال الأحمر المصري وعدد من الشباب المصريين المتطوعين في الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم والمساندة والمساعدة للأشقاء في السودان. معي الآن عمار وزين، مجموعة من الشباب المصري. شرفنا أن تكونوا معايا. عاوز أعرف حضراتكم، انتوا لكم تجارب سابقه قبل كده في مسانده عدد من شعوب العالم في مثل هذه الازمات، وايه الدور اللي انتوا بتقوموا بيه بشكل عملي على الارض؟ اتشرف بحضرتك الاول. حضرتك، انا شاركت قبل كده في معبر رفح. طبعا احنا اول المستجيبين في اي اغاثه وطوارئ بتخص الحدود بيننا وبين فلسطين. في اي ضربه او اي حاجه احنا بنبقى اول المستجيبين اللي بنودي لهم مساعدات، سواء طبيه سواء غذائيه. والامر بيتكرر مع السودان طبعا. نفس الكلام كان في سوريا وتركيا من فتره قريبه. طبعا الكارثه واوكرانيا كنا بنستقبل المصريين، بنحاول نوصلهم باهلهم لانه كانوا جايين من غير اي وسائل اتصال. نفس الكلام بيتكرر دلوقتي، احنا بنحاول انت عمار كمتطوعين، ايه دوركم بالظبط اللي بتقوموا بيه؟ احنا بنحاول نأهلهم نفسيا، بنقدم لهم مساعدات، سواء بقى ان هم يتواصلوا مع اهلهم او اقرب مكان امن ليهم نحاول نوصلهم ليه او ندلهم على المكان. طبعا الادوات الطبيه بنكشف عليهم، بيبقوا جايين فيه كتير منهم تعبانين، لان طبعا احنا اقرب حته من بعد الحدود هي 900 كيلو مسافه، فطبعا بيبقى الطريق مرهق عليهم جدا، فبيبقوا جايين حتى محتاجين بيحتاجوا دعم اولي. اول ما يوصلوا زي ايه الدعم الاولي؟ طبعا بيحتاجوا ميه، بيحتاجوا، في ناس بتبقى فيهم مصابين اصابات خفيفه من تزاحم فبنتعامل معاهم باسعافات اوليه. في خدمات طبيه، لو حد منهم عايز يكشف على حاجه معينه او حاسس بتعب في حاجه معينه. انتوا عدد كبير من المتطوعين شباب؟ احنا عدد كتير طبعا متطوعين، في جايين من القاهرة وفي متطوعين أصلا من أسوان. في الساعات الجاية هيكون في عدد أكبر؟ في الساعات الجاية طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر نجيب متطوعين، بحيث ان احنا نقدر نغطي بشكل كامل. احنا كده كده متواجدين 24 ساعة على المعبر، وبنحاول نستقبل كل المصريين أو غير المصريين حتى اللي جايين من بره، ونقدم لهم المساعدات اللي هم محتاجينها. أحمد زين، أنت أول مرة تشارك في مثل هذا العمل، شعورك إيه؟ طبعا شوي واقع جدا. انا في البدايه كنت بحاول الفتره اللي فاتت في كذا اغاثه كنا بحاول ان انا اكون موجود واستجيب اكتر، بس للاسف لسوء ظروف عندي ما قدرتش ان انا الحظ يسمح لي ان انا اشارك اكتر من مره. كاول مشاركه ليا حقيقي، شغل انساني، عمل تطوعي عظيم. انا حسيت فعلا بقيمه الانسانيه، بقيمه جمال الهلال الاحمر المصري، ان هو فعلا بنسيب بصمه كويسه مع اللي محتاجين. بجد بيكونوا هم جايين نفسهم في اي حاجه بس تساعدهم ان هم يوصلوا لاهلهم، يطمنوا على اهلهم، يطمنوا اهلهم عليهم. فده كله بنوفره الحمد لله بعمين، وبنقدر ان احنا نساعدهم ان هم يحسنوا من نفسهم وان هم يقدروا لو محتاجين اي حاجات. طبعا متطوعين في العيد سبتوا اسركم وجيتوا هنا، اي موجودين هنا عشان تدعموا الاخوه السودانيين وطبعا الشباب المصري الراجع ان شاء الله بالسلام؟ يعني في يوم العيد المفروض اكون في بيتي، ولكن اكيد عملي الانساني وعمل التطوعي طلب مني اني انا اكون متواجد في احداث ازمه زي كده، واحنا دورنا مهم جدا طبعا وموجود وفعال، فلازم نكون كلنا موجودين قلبا وقالبا وكلنا مع كل اللي محتاجيننا واللي جاي لنا من كل الدول. شكرا لك يا شباب. شكرا. موقف عظيم وصوره مشرفه لهؤلاء الشباب المتطوعين، شباب الهلال الاحمر المصري المساهمين في هذا الدعم الكبير الذي يقدم على كل الصور بكل الصور وعلى كل الاصعده هنا عند معبر الاركين او معبر اركين الحدودي ما بين مصر والسودان. الان اعود الى زملائي في الاستوديو. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تم إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين وذويهم من السفارة في الخرطوم. وأشار بلينكن إلى أنه تم تعليق العمليات في السفارة الأمريكية بالسودان وإخلاؤها بسبب تزايد المخاطر الأمنية، مكررا الدعوات بتمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها على نحو عاجل من أجل وقف دائم للأعمال القتالية.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش الأمريكي نفذ عملية لإخراج موظفي الحكومة الأمريكية من الخرطوم، وأضاف بايدن في بيان له أنه يتلقى تقارير على نحو منتظم من فريقه بشأن عملهم المستمر لمساعدة الأمريكيين في السودان إلى أقصى حد ممكن، وأنه يعمل مع الحلفاء والشركاء بشأن هذا الأمر. وطالب بايدن بإنهاء العنف في السودان وتنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. بدأت فرنسا عملية إجلاء سريع لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية. وقالت الوزارة إن العملية ستشمل أيضا مواطنين أوروبيين وآخرين من دول شريكة حليفة دون أن تقدم تفاصيل إضافية. يأتي هذا فيما قال مصدر دبلوماسي أن كل من قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع قدمت ضمانات أمنية تسمح بإجراء هذه العملية. أعلنت السفارة الروسية في السودان أنه تم إجلاء جميع الروس من نقاط القتال بالخرطوم إلى مبنى السفارة. وأشارت السفارة الروسية إلى أن 140 مواطنا أبدوا رغبتهم في مغادرة السودان. وأكدت السفارة أن هناك اتصالات مستمرة مع الروس المتواجدين في أماكن آمنة نسبيا، مشيرة إلى أن جميع المواطنين الروس يلتزمون بتعليمات عدم الخروج إلى الشوارع. دعت مجموعة الدول السبع الصناعية إلى التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. كما أدانت مجموعة السبع محاولات روسيا استخدام الغذاء كأداة لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي، مشيرة إلى أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا، بما يشمل توفير الخبرة في مجال إزالة الألغام من الأراضي الزراعية وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية. لا تزال مدينة باخموت الأوكرانية تمثل محورا لفرض النفوذ والسيطرة، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الهجومية الروسية استولت على ثلاث مناطق أخرى في الجزء الغربي من المدينة في الوقت الذي يستمر فيه الغرب في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا على صعيد تزويدها بالمعدات وأنظمة التسلح والتدريب. المزيد في التقرير التالي. مع تواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على مزيد من المناطق، فيما تتلقى كييف المزيد من الأسلحة الغربية. مدينة باخموت الأوكرانية لا تزال محوراً لفرض النفوذ والسيطرة، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الهجومية الروسية استولت على ثلاث مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية، حيث تستمر المواجهات بين الطرفين منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. الدفاع الروسي قالت أيضاً إن القوات المحمولة جواً قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة. من جهة أخرى، أعلنت موسكو نجاح طيرانها الحربي في تدمير مستودع أوكراني يحوي 600 قذيفة صاروخية. وبالمقابل، أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية استهدفت بلدية ريلسكي التابعة للمقاطعة أكثر من 20 مرة، وأضاف أن القصف الأوكراني ترك عدة قرى بدون كهرباء. إلى هذا يستمر الغرب في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا على صعيد تزويدها بالمعدات وأنظمة التسلح والتدريب. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لود أوستن أن الولايات المتحدة تعتزم تسليم دبابات أبرومز إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة لتدريب جنود أوكرانيين.
كما أرسلت إسبانيا 6 دبابات قتالية رئيسية من تراز ليوباردو A4 إلى أوكرانيا إلى جانب 20 مدرعة خفيفة لنقل الجند ضمن أول دفعة تعهدت مدريد بإرسالها دعما لكييف. ذلك النوع من الدبابات خرج من الخدمة في إسبانيا قبل أكثر من عقد، لكن تم تجديدها بشكل كبير قبل أن يتم شحنها واختبارها لاستخدامها في أوكرانيا. وفي الأسابيع الأخيرة تم تدريب 55 أوكرانياً على دبابات ليوبارد في إسبانيا كأعضاء طاقم وفنيين. مشاهدينا، ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في مدينة الجلالة شملت مناطق المنتجعات والكورنيش والنصب التذكاري. تزايد حصيلة الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان وسط تسارع وتيرة إجلاء الرعايا الأجانب من الخرطوم. مجموعة السبع تدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وتتهم روسيا باستخدام الغذاء كأداة لزعزعة الاستقرار. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كنت معكم جاكلين ماهر، إلى اللقاء.